السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد وصفة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طاجن البامية باللحمة في الفرن. ما شاء الله طالع جميل جدا وشكله تحفة بجد، والطعم مش عايزة أقول لكم بقى على الجمال. هنعمل مع بعض طبعا بطريقة سهلة جدا ومميزة، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو اشتركوا في القناة من الكلمة الحمراء اللي تحت وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الإشعارات بالفيديوهات الجديدة، وكمان حطوا لنا لايك للفيديو علشان اللايك بيساعد في رفع الفيديو. ويلا نشوف الطريقة. بسم الله. المكونات عندي عندي حوالي كيلو الا ربع كده من اللحم، نوع اللحم لحم ماعز، وعندي بامية بقى مجمدة طبعا انا كنت مخزناها في الفريزر، وحوالي نص كيلو طماطم مضروب كده في الخلاط، وبصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، وفص كده من الثوم مهروس، والبهارات بقى فلفل اسود نص معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة برضو من الكمون، ونص معلقة صغيرة من البهارات السبعة، وقرن فلفل حامي طبعا القرن الفلفل اختياري. اول حاجة بقى حطيت كده طاسة بس حجمها كبير يعني ياخد الكمية، حطيتها على النار وحطيت فيها مادة دهنية بقى زيت او سمنة زي ما تحبوا، ونزلت كده بالبصلة بشوح البصلة حاجة بسيطة بس، وبعدين هبدأ كده انزل عليها قطع اللحمة لان عايزة اللحمة والبصل يتشوحوا مع بعض، يعني مش هحمر البصل وبعدين ارجع احط عليه اللحمة، لا يدوب بس البصل يعني يدبل بس حاجة بسيطة، وبرجع بقى اديله تشويحة حلوة كده مع اللحمة كده زي ما احنا شايفين. طبعا تبدأ اللحمة كده تغير لونها، بحط بقى عليها البهارات، الملح بقى هستخدمه في النهاية خالص يعني بعد اللحمة كده ما تدخل في السوا بحط الملح كده بقى. احط البهارات، ممكن بقى لو حابين تحطوا ورق لورا او اي بهارات اضافية مفيش اي مشكلة، بس انا هكتفي بالبهارات دي بس لان البهارات السبعة كمان فيها يعني بهارات كتير. وحطيت برضو كده نص قرن الفلفل الحراق كده مع اللحمة برضو علشان يدي ريحة حلوة، وهشوحها بقى تشويحة كويسة كده. بعد ما شوحت بقى اللحمة حوالي ربع ساعة اخدت اللون الجميل ده ما شاء الله، هبدأ بقى دلوقتي احط فصين التوم المهروسين كده علشان يدوا ريحة حلوة، واسيبهم بس حوالي دقيقة، وبعدين اول بس الريحة بتاعتهم ما تطلع هضيف بقى عصير الطماطم، هضيف بقى دلوقتي كده عصير الطماطم، وبعدين هغطي بقى عليها واسيبها بقى على راحتها خالص لغاية اللحمة ما تستوي او تدخل في السوى، يعني تبقى تلتين سوى كده، يبقى ناقصها حاجة بسيطة خالص لان طبعا البامية ما بتاخدش وقت، والملح زي ما قلت لكم هنحطه في النهاية خالص. دلوقتي كده بعد ما عدى حوالي ساعة اللحمة خلاص دخلت في السوى زي ما احنا شايفين كده، طبعا كل ما كانت بتحتاج مية بزودها شوية، وسبتها بقى على النار متوسطة كده براحتها. البامية بقى دلوقتي كده هنزلها مجمدة زي ما هي، مش هفكها ولا اي حاجة لان البامية طبعا انا مخزناها في الفريزر، لو بامية طازة هنحطها على طول، لكن دي بامية متخزنة فهحطها كده وهي مجمدة، وهي بتبدأ كده تفك او تسيح، التلج اللي فيها يسيح مع الصلصة يعني. بعد بقى ما البامية بفكت كده كويس في الصلصة هبدأ بقى احط الملح، خلاص كده في النهاية هضيف الملح وهزود بقى مية شوية مية، وهديها كمان غلوة واحدة على النار، وبعدين هحطها بقى في صينية وهدخلها الفرن، هزود كده شوية من المية عشان برضو لسه البامية هتكمل سواها في الفرن تاخد بقى طعم الفرن كده وتاخد وش حلو كده. كده اخدت الغلوة، هحط بقى دلوقتي كده اللحمة في صينية او في طواجن اي حاجة موجودة، وهدخلها الفرن حوالي نص ساعة علشان تكمل سواها البامية، واللحمة برضو هتتحمر وتاخد لون حلو كده زي ما احنا شايفين كده. بعد ما طلعت من الفرن طبعا قعدت حوالي نص ساعة، على حسب بقى درجة حرارة فرنك انتي بتسيبيها الوقت اللي يناسبك، بس كده بقت جاهزة معايا ما شاء الله، شكلها حلو جدا وطعمها عايز اقول لكم ما يجنن، والريحة بقى مش عايز اقول لكم ما شاء الله. اتمنى بقى تجربوا الوصفة هتعجبكم ان شاء الله. كده بقى نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم والطريقة، ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي بنزلها كل يوم،
ما تنسوش كمان تحطوا لايك للفيديو، علشان اللايك بيساعد في رفع الفيديو. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.